السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير، صباحكم مبروك، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، اليوم ما عندناش الوصفات، بغيت نبارطاجي معكم واحد الاكله اللي تتجي بنينه وتتجي سهله. بالنسبه لهاد الاكله، عباره عن الدجاج. بغيت ندير مع نبارطاجي معكم هذا الدجاج اللي تيجي سهل وفي نفس الوقت بنين. وهذا الدجاج غادي نحتاجو واحد جوج فخيضات محلولين بحال هكا، وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج، وغادي نطيبوه في الفران البنات، كيجي ساهل. وعلى حساب كل واحد يدير القياس اللي بغا، اللي بيدير الدجاجه كامله يدير الدجاجه كامله. وفي المقادير غادي نحتاجو واحد شويه ديال البزار، واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال الكمون، وواحد شويه ديال العريسه، وواحد شويه ديال القرقوم، وواحد الدرس ديال جوج دروسه ديال الثوم محكوكين، وواحد ثلاثه الاوراق موسى سيدنا موسى، وواحد الضنون المسوس، وواحد شويه ديال الحامض، واحد حامضه صغيره معصوره بحال هكا. وغنحتاجو الموطارد. وهاد الاكله البنات تتجي ساهله، في 5 دقائق تتحضر وتتجي بنينه ومزيانه. وغادي ندوز معكم البنات للطريقه. نبداو البنات في تحضير هاد الدجاج. هذا الدجاج البنات ساهل، هذا الدجاج بهذه الطريقه ساهل وبنين في نفس الوقت. كنديروا واحد الطاله مسوس كامل، وتنديروا واحد شويه واحد حامضه صغيره، عصير ديال حامضه صغيره، وغادي نديروا واحد شويه ديال الثومه محكوكه، تنديروا واحد شويه ديال القرقوم، واحد شويه ديال العريسه، عريسه مطحونه، واحد شويه ديال القزبر اليابس، واحد شويه ديال الملح على حسب الذوق، واحد شويه ديال البزار، واحد المعلقه ديال المطارد، جوج معالق صغار ديال المطر، ونخلطو جميع العناصر. بعد ما تنخلطو لاصوص ديالنا، وتنوضعو ورق موسى، ثلاثة ديال ورق موسى، نبداو على بركة الله نشربو الدجاج ديالنا. وها هو الدجاج ديالنا البنات، بعد ما تنشرملو وتنخليوه يشرب لاصوص ديالو مزيان، وتندوزو نطيبو واحد شويه تيشرب لاصوص ديالو مزيان، وندوزو نخليوها واحد شويه ونعاود نرجع لكم البنات. بعد ما تيشرب لينا الدجاج ديالنا لاصوص مزيان، وتندعنا الطاوه ديالنا بشويه ديال الزبده وتندخلوها للفران ونرجع لكم. وتنحطوه في الطاوه ديالنا وتندخلوه للفران، عفوا تندخلوه للفران وتنخليوها مده ساعه. وبعد ما تندخلو الدجاج ديالنا للفرن، وغادي نرافقوه بواحد ليكاليت ديال البطاطا. بالنسبه لهاد ليكاليت غادي نحتاجو واحد جوج بطاطات محكوكين بحال هكا ومعصرين من الماء ديالهم، وغادي نحتاجو واحد البصله مشلضه، واحد البصله مشلضه، واحد البصله صغيره، وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الربيع، وغنحتاجو واحد البيضه، وغادي نحتاجو واحد شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال العريسه. وندوزو معكم الطريقه ديال تحضير هاد ليكاليت. وندوزو لطريقة تحضير هاد ليكاليت. تنديرو البطاطا ديالنا، بغيت نعصروها مزيان من الماء ميبقاش فيها الماء، وتنديرو واحد البصيرة شلضة، واحد شوية ديال الربيع،
تنديرو واحد البيضه، تنديرو شويه ديال الملحه وواحد شويه ديال الهريسه وواحد شويه ديال البزار، وتنديرو واحد شويه ديال زيت المائده. تنخلطوه مزيان، وتنديروا واحد شويه ديال الزيت المقيله اللي غنطيبوا فيها لي كاليت، وتنديروا البطاطا ديالنا، وتنخليوا البطاطا ديالنا طيب على عافيه مهيله. خوتي خواتاتي، ها هو الدجاج ديالنا بعد ما تيوجد، تيجي بحال هكا، وتنرفقوه بالبطاطا ديالنا تنخويو عليه لاصوص فاش طيب الدجاج، كيجي بنين بزاف. تنرفقوه بهاد لي كاليت ديال البطاطا والمرقة ديالو فاش طيب الدجاج، وتيجي بنين وتيجي مزيان. تنتمنى تجربوه ويعجبكم. مشاهدينا الكرام، عجبني يا بابا، ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي ودعموني بلي لايك، والسلام عليكم. صحة وراحة.